طلابنا الأعزاء طلاب الصف السابع في مادة الجغرافيا الوحدة الثالثة درس الأول مكونات الغلاف الصخري للأرض. فهذا أول درس بالوحدة الثالثة. طبعا راح نبلش بوحدة جديدة كون راح نتكلم عن أغلفة الأرض. طبعا الإنسان مع على الرغم من معرفته من عدة قرون للكون، بدأ دراسته للكون، معرفته الكثير واكتشافه للكثير من الظواهر المظاهر على سطح الكرة الأرضية، على الرغم كل هالشيء ظل يجهل مكونات الأرض، مكونات الأرض. لكن مع التطور العلمي في القرن الأخير، تقدم التطور التكنولوجي والعلمي، صار عند الإنسان دافع ليبحث في تكوين الأرض وبما تتكون البنية الداخلية للأرض. طبعا راح نتكلم أول شيء عن الغلاف الصخري. الغلاف الصخري يتكون من القشرة والقسم العلوي من الغطاء. طبعا الغلاف الصخري راح نتكلم نحن عن أقسام الكرة الأرضية أو البنية الداخلية للكرة الأرضية. طبعا هي تقسم إلى ثلاث أقسام: قشرة، اثنين الغطاء، ثلاثة النواة. قشرة والغطاء والنواة. لكن أول شيء الغلاف الصخري. طبعا الغلاف الصخري يتكون من القشرة، طبقة القشرة، والقسم العلوي من الغطاء، لأن في عندنا غطاء علوي وفي عندنا غطاء سفلي، غطاء علوي وغطاء سفلي. بالنسبة للغلاف الصخري، فالغلاف الصخري يتكون من القشرة والقسم العلوي من الغطاء. طيب شو أهمية دراسة الغلاف الصخري خصيصا؟ أهميته لأن هو إيش؟ الطبقة أو الغلاف الذي يكون صالح أو هو الغلاف الصالح للحياة على سطح الكرة الأرضية. هو المكان الذي يعيش عليه الإنسان. الإنسان يعيش على الغلاف الصخري للكرة الأرضية. بنية الأرض. طبعا البنية الداخلية للكرة الأرضية تتكون من طبقات هيكلية، عدة طبقات. الأرض من السطح إلى الأسفل إلى المركز في عندنا ثلاث طبقات راح نتكلم عنها. فتتكون البنية الداخلية للأرض من طبقات هيكلية إيش؟ كروية تشبه أجزاء البيضة، تشبه أجزاء البيضة. فعندنا قشرة مثل صايرة مثل الغلاف، داخلها طبقة أخرى أيضا هي الغطاء، داخل في المركز توجد عندنا النواة. النواة طبعا راح نتعرف على كل واحدة على حدة. فأقسامها أولا القشرة، هي أغلفة الأرض. أول شيء القشرة، طبعا هي الجزء العلوي من الأرض، هي الجزء العلوي من الأرض، تغلف كتلتها أي تغلف كتلة الأرض الصلبة. يعني شلون إذا تخيلنا بصلي، قشرة الخارجية المغلفة للبصل إيش هي؟ تسميها بالقشرة. فالقشرة هي الجزء العلوي من الأرض، تغلف كتلتها أي كتلة الأرض الصلبة. تنقسم القشرة إلى قشرة قارية قشرة محيطية. تنقسم القشرة إلى قشرة قارية وقشرة محيطية. من اسمها قشرة قارية معناته هي القسم المكون للقارات، يعني اليابسة على سطح الكرة الأرضية. القشرة القارية هي القسم المكون للقارات. في عندنا قشرة محيطية، القشرة التي تقع تحت البحار والمحيطات، يعني القسم المكون لقيعان البحار والمحيطات هي تسمى بالقشرة المحيطية. فالقشرة الجزء العلوي من الأرض تنقسم إلى قسمين، قشرة قارية وقشرة محيطية. القشرة القارية قسم مكون للقارات، في عندنا القشرة المحيطية، القشرة التي تقع تحت البحار والمحيطات، يعني قيعان البحار والمحيطات. هاي بالنسبة لأول طبقة. الطبقة الثانية واللي هي الغطاء. الغطاء طبعا الغطاء يقع تحت القشرة، يعني إذا عندنا أول طبقة اللي هي القشرة، يعني هذا إذا أخذنا مقطع للكرة الأرضية من الأعلى للأسفل، راح يكون عندنا أول طبقة اللي هي القشرة تقع تحتها إيش؟ طبقة الغطاء. طبقة إيش؟ الغطاء. فالغطاء هي الطبقة التي تقع تحت القشرة مباشرة. معظم صخور الغطاء هي البازلت. معظم صخور الغطاء يتكون من صخور البازلت. طبعا في عندنا قسمين للغطاء، غطاء علوي وغطاء سفلي.
غطاء علوي طبعا يكون منصهر، غطاء سفلي يكون صلب. هاي بالنسبة لطبقة الغطاء التي تقع تحت القشرة مباشرة. ثالث طبقة اللي هي النواة. النواة طبعا النواة تقع في مركز الكرة الأرضية، تقع في مركز الكرة الأرضية وتقع تحت الغطاء مثل ما ذكرت في مركز الكرة الأرضية. فأول طبقة عندنا القشرة تقع تحتها الغطاء، أخشي عندنا النواة تقع تحت الغطاء في مركز الكرة الأرضية. طبعا تتكون النواة أو نواة الكرة الأرضية تتكون من معدنين أساسيين اللي هو الحديد والنيكل. تألف طبقة النواة من حديد، معدن الحديد ومعدن النيكل بشكل أساسي. نواة أيضا تقسم إلى قسمين، نواة خارجية نواة داخلية، نواة خارجية ونواة داخلية. بالنسبة للنواة الخارجية طبعا طبقة النواة هي الاثنين سواء الخارجية ولا الداخلية تكون الحرارة فيه مرتفعة، لكن تختلف. عندنا طبقة النواة الخارجية صخورها منصهرة، أما الداخلية فصخورها إيش؟ صلبة، صخورها صلبة. فالنواة تقسم إلى نواة خارجية ونواة داخلية. النواة الخارجية درجة الحرارة في هذه الطبقة تكون مرتفعة وصخورها منصهرة، طبعا السبب ارتفاع درجة الحرارة. نواة داخلية درجة هذه الحرارة أيضا تكون مرتفعة لكن تختلف عن الخارجية بأن صخورها تكون صلبة. ليش؟ السبب وذلك بسبب الضغط الكبير الذي تتعرض له هذه الطبقة. بسبب الضغط الكبير، حرارة مرتفعة عالية وضغط عالي، إيش راح يصير عندنا؟ يؤدي إلى صخور صلبة في النواة الداخلية. فصار عندنا كم طبقات؟ ثلاثة. قشرة جزء علوي من الأرض تتألف من قشرة قارية مكونة من القارات، قشرة محيطية تقع تحت البحار والمحيطات، وفي عندنا الغطاء طبقة تقع تحت القشرة مباشرة صخورها معظمها من البازلت. في عندنا الغطاء أيضا قسمين علوي وسفلي، وبعدين في عندنا النواة تقع تحت الغطاء في مركز الكرة الأرضية تتألف من معدنين الحديد والنيكل، تقسم إلى نواة خارجية منصهرة ونواة داخلية إيش؟ صلبة بسبب إيش؟ الضغط الكبير الذي تعرض له هذه الطبقة. أخيرا راح نتكلم عن السماكة والعنصر درجة الحرارة بالنسبة لكل طبقة وبالنسبة للقشرة والغطاء والنواة. أول شيء سماكة القشرة تتراوح بين 35 و 70 كيلو متر، أما بالنسبة لسماكة الغطاء حوالي أو هي 2900 كيلو متر، سماكة النواة 3400 كيلو متر. بالنسبة للعناصر المكونة للقشرة طبعا تكون من معدنين ألمنيوم وسيليسيوم، أما الغطاء فمنغنيزيوم وسيليسيوم، والنواة مثل ما ذكرنا الحديد والنيكل. بالنسبة لدرجة الحرارة في القشرة تكون الحرارة متغيرة بين منطقة وأخرى، الغطاء تكون درجة الحرارة في طبقة الغطاء حوالي 2200 درجة سيلسيوس، أما في النواة تتراوح بين 5000 و 6000 درجة سيلسيوس. طبعا سيلسيوس طبعا درجة الحرارة مرتفعة جدا. فهاي بالنسبة لطبقات أو أغلفة الكرة الأرضية، كان نحن اللي يهمنا هو الغلاف الصخري لأنه هو الذي يعيش أو هو المكان الذي يعيش عليه الإنسان. تكلمنا تكون من بنية الأرض من قشرة والغطاء والنواة. هذا هو كان درسنا، أتمنى تكونوا استفدتوا. يعطيكم العافية.